انا رحت على الرياض وبعدين عملت عمره. الف مبروك، الله يسعدك. فكان لا مسبحه ولا شفنا قزاز ميه زمزم. تعرف قديش قعدت في العمره؟ تحكي لي دعيت لك. تعرف قد ايه قعدت؟ خمس ساعات سويت العمره وروحت. فما كان حتى لإلي والله ما جبت عادي، مو بس من وسط البلد. لانه قررنا اخر دقيقه نعمل العمره والحمد لله الله يسر. بيشتروا الهدايا من وسط البلد. خلاص ان شاء الله المره الجايه بدي اخذك عمره. ماشي يعني بيشتروا الاغراض من وسط البلد عادي. خلاص ما رحناش والله على وسط البلد. من الاوتيل للمطار. بدي مسبحه ما لي دخل. والله لا والله بتموني. هلا بدي اطلب لك وحده. هلا انا صراحه كنت بحمص مسلوق، ولكن للسهوله استخدمت المعلب. سواء عملته هيك او هيك بفضل تتخلصوا من القشور، انا شلت القشور عنهم عشان يطلع انعم. بس هو برضه بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه ما راح يطلع بالنعومه لما بنعمله ساده، لانه لما بيكون ساده بنحط معاه حبه الثلج بيطلع ابيض وناعم كتير. راح يكون شوي فيه تشانكس لانه فيه طبعا فلفل مشوي. هلا الفلفل المشوي انا شلت عنه القشر، اوكي قشرناه وراح نضيفه للحمص، وراح اضيف الريحان. فهدول الشغلتين هم الاضافه للحمص اللي عندنا. تمام، هلا رح نعمل زي ما بنعمل اي طريقه حمص، وكلياتكم ما شاء الله عليكم بتعرفوا تعملوا حمص. هون عندي الحمص، وهون عندي ماء السلق او ماء المعلب، كثير لازم يكون بارد جدا. بتقدروا تحطوا يا اما ثلج يا اما المي نفسها تبردوها، فانا بفضل انه المي نفسها تتبرد. رح اضيف للحمص وماء سلق الحمص الثوم، رح نضيف عصير الليمون، كميه جيده من عصير الليمون. رح نضيف كما هو متعارف عليه اكيد عند الكل الطحينه، اوكي. وراح نضيف كمان يا سيد سمير الملح، وراح نضيف كمون اساسي وضروري جدا لما بنعمل حمص، طبعا اختياري الكميه قد ما بدكم. ممكن نضيف شويه فلفل مجروش بما انه يعني لونه راح يكون اصلا على حمار بسبب وجود الفلفل المشوي اللي عندنا اياه. فرح اضيف الحبه كامله، حتى هذا المي رح احطها اللي هي كانت عباره عن زيت الزيتون مع الفلفل بالفرن، وسبق وعملناها كثير في مطبخ رؤيه عشان هيك اختصرت الخطوه. بس بتجيبوا حبه الفلفل زي ما هي، بتقطعوها من النص، بتعملوا لها درزل هيك بزيت الزيتون رشه بسيطه، بتدخلوها على فرن لمده 30 ل 35 دقيقه وهي لسه سخنه، بتغطوا عليها بتعرق، بصير في عندنا ستيمينج، فبيسهل انكم تقشروها يعني. بسم الله يلا. هلأ يا جماعة زي ما قلت لكم أنا بفضل إنكم تبردوه شوي، لأنه إذا تبرد معانا بيكون قوامه أسلس لما بدكم تشكلوه بالصحون. أنا اخترت بس هيك أحطه هون بصحون صغيرة زي ما أنتم شايفين. بدي إياكم تشوفوا كيف اللون على حمار، هيو بفعل طبعاً وجود الشطة المجروشة وبفعل وجود الفلفل المشوي، يعني هذا طعم مختلف جداً جداً للحمص. فهلأ أنا بس شو بدي أعمل، بدي أرجع أضيف عليه كمان شوية زيت زيتون، وارجع اضيف عليه كمان شويه شطه مجروشه. تمام، فهي خلص احنا هذا ولا انت دوق لي اياه، دوق لي اياه. هلا طبعا هذا يعني بجوز بده نقطه ملح نقطه ليمون، بدك نعدل الطعم شوي. اما اللي عندي هون 100% هون كمان خلص يلا هسه بذوق ولا يهمك. بس هلا انا شايفين عم بس بضيف هيك زيت الزيتون من فوق، شايفين هلا عم نضيف زيت الزيتون بهاي الطريقه، وراح ارجع ازين من فوق بشوية ريحان عشان إيش يبين إنه برضو أوكي حمص فيه فلفل بس برضو فيه ريحان، فهو رح يكون طعم مختلف. مثلا في ناس بتزين بالبقدونس، ولكن الريحان مع الفلفل كتير رح يعطي نكهة مميزة بصراحة. بدنا كوبين من الحمص المنقوع والمسلوق والمصفى، بدنا نص كوب من الطحينة، 2 حبة من الثوم، ملح، ليمون، كمون. بعدين بدنا القليل من ماء سلق الحمص بعد تبريده، بدنا حبة من الفلفل الأحمر الحلو، ريحان، زيت زيتون، وبابريكا أو أي شيء أنتم حابين تزينوا فيه.